تعتبر بلدية بنت بيع بوابة بلديات وادي الأجال من الجهة الشرقية، وتشترك في حدودها الإدارية مع بلدية سبها، ويبلغ تعداد سكانها أكثر من 35,000 نسمة، يتوزعون على 14 محلة، من محلة الأبيض شرقاً حتى محلة تكركيبا غرباً. محلة بنت بيا تعتبر مركز البلدية، وتتواجد بها العديد من المؤسسات الخدمية والتعليمية، وهذا شكل ضغطاً كبيراً عليها من ناحية البنية التحتية، إذ ترتبط هذه المؤسسات والأحياء بشبكة صرف صحي قديمة ومتهالكة تعود للثمانينيات من القرن الماضي. محلة بنت بيا طبعاً إحدى محلات بلدية بنت بيا، طبعاً محلات عددها 14 من ضمنها محلة بنت بيا، وفيها طبعاً المقر البلدية، وحالياً محلة أكثر معاناتها الحقيقة في هالمرحلة أو في هالسنين الجديدة اللي فاتت هذه مشكلة الصرف الصحي. الصرف الصحي الحقيقة ما لقينا له حل حقيقي، احنا الحل اللي هو توصيل الكهرباء، والكهرباء فيها مشاكل. أول شيء إمدادات ما فيش، درنا جميع المراسلات والمذكرات للبلدية وللشركة ولجميع شركة المياه وشركة الكهرباء، درنا مذكراتنا وإجراءاتنا الإدارية، لكن الغالب طبعا تم الإمداد مرتين وحصل أعطال، تحصل أعطال وما فيش يعني ما فيش يعني طبعا نظرا لوجود الخزان وخزان الصرف الصحي طبعا متبيع فيها خزان فتكم الحديد، يعني فيها صرف صحي عام اللي نقول العام ولا باي، طبعا ينتهي الخزان طبعا يبعد عن المحله او عن مركز المحله تقريبا 3 كيلومتر في الكتبار الاوليه، طبعا يمر بالاحياء، طبعا احياء سكنيه ومزارع وطرق. هذا طبعا بعد انقطاع عنا الكهرباء عشان صار يعني امتلأ الخزان، لان الخزان يحتاج للكهرباء، الكهرباء طبعا هو الخزان هذا فيه مضخات، 3 مضخات، المضخات هذه بدورها بعدين تدفع المياه لما وراء الكتبان. بعد انقطاع الكهرباء تقريبا لمده من قبل 8 سنوات اصبح امتلأ الخزان، ورجعت المياه على المياه والصرف الصحي على الاحياء السكنيه والمزارع، واصبحت تشكل هاجس وهاجس خطير الحقيقه، نظرا لان بنت بيا طبعا مركز، حتى المراكز العامة والمراكز اللي هي زي البلدية وزي فيها مصارف وفيها مستشفيات وفيها طبعا كثير من مؤسسات الدولة الحقيقة حتى هي رابطة على الصرف الصحي ومستفيدة من الصرف الصحي. نحن درنا مناشداتنا أكثر مرة للجهات المختصة بهالكلام هذا، وما حتى يصلحوه يعطلوا ما فيش، يعني لأن الموضوع بعيد شوي، وممكن حتى يحدث بعض السرقات الحقيقة، سرقة الأسلاك النحاس هذه، وتو أصبح يعني بشغل دولة وشغل يعني حد ينظرنا النظرة بعين ثاقبة عشان نحل هالمشكلة هذه، لأن زي ما قلنا أسلفنا طبعا بعد تعب الخزان أصبح فيه هبوط تقريبا في جهة معينة والجهة معينة طلع الخزان تاع البلاد كلها ما توصلش خزان، لأن الخزان ممتلي، أصبحت تطلع وين؟ في مزرعة أحد المواطنين، طلعت في مزرعة، والمزرعة هذه طبعا أصبحت يعني وين دارت بركة مية، شو بنقول لك يعني ممكن شو يعني ما نقدرش نوصفها، وطبعا انبتت كثير من العشب والحشائج اللي تمت عليها بالطبيعي، يعني اللي ما نوع القصبه والحاجات هذه، واصبحت تبعت منها روائح كريهه وحشرات ضاره الحقيقه، ويعني شو بنقول لك يعني ممكن قطعه الارض هذه بتاع المواطن اصبحت غير صالحه للزراعه، حتى ولو ان يعني الصرف الصحي صلحته وبدات تسحب، لان خلاص نبتت في القصبه واصبحت يعني تقدر تقول يعني فازة من حيث الأرض، ولا حتى هي لما تكتر في مكان ممكن تنزل ولا تنزل حتى المياه الجوفية، تنزل المياه هذه ممكن حتى تخلط، أنا ما أقدر أكد، لكن ممكن حتى المياه السطحية بتاع المزارع تخلط عليها المجاري لأن أصبحت في مكان واحد ونازلة. والله أنا رسالتي كمختار محل لهالمحل هذه، طبعا الرسائل أبعتناها أكثر من رسالة وأكثر من مذكرة درناها في الخصوص هذا عشان يشوفوا لنا هالقصة ويحلوا لنا المعضلة هذه، لكن لحياتهم لم تناجي، نظرا ان هم يتحججوا بان هم ما عندهم امكانيات، بدات شركه الصرف الصحي ما عندهم اي امكانيه، والكهرباء برضه هم ركبوا لنا مره ولا مرتين الاسلاك، ما نكذب عليهم الحقيقه، لكن تمت سرقتها مره ثانيه، وطبعا هذا بغياب القانون وبغياب الدوله وبغياب الاجهزه الامنيه يصير اي شيء، لكن احنا طبعا درنا اجراءاتنا ودرنا رسالتي الحقيقه مره ثانيه نزيد ناكد ان الوقوف معنا في حل هالمشكله هذه، طبعا احنا حاليا في الفتره هذه حتى الامن اصبح مستتب يعني نوعا ما، ومعاش في حتى
حتى السرقات ممكن بدل الحاسة يديرون ألومنيوم يديروا أي حل، هم بيدهم الحل لو أنه واحد ناوي يدير حل يجي الحل إن شاء الله. والبلدية طبعا حتى من يعني ما نغيبها بهالمناشدة هذه طبعا في المناسبة هذه بيقفوا معنا حتى بالكلمة ولا حتى بالمذكرات حتى مناشداتهم في طرابلس كيف يديروا يديرون حل هالمشكلة هذه، مشكلة كبيرة الحد ونعانوا منها معاناة كبيرة تقريبا من مدة 8 سنوات الدارجة. والله ايش انت بيقول لك، والله يتولينا كم ويجيب والله 7 سنوات 8 سنوات نعانوا من القصة هي عرفت، لكن ودرنا اي برامج كلمنا البلدية ما بلدية كل ما هناك جهة اللي ما عرفت الموضوع والله ضرر في العويلة وعيون وتعبت يا عم تعبت الأدوية وقصة وولى علينا البخور متاع الهواء اللي بخروا فيه كل هذا ولى على العويلة عرفت ولى علي تعبنا يعني تعب والله العظيم عشاق ما لكن كيف حكي الحمد لله فضل الله والشباب متاعين بدبية والله بارك الله فيهم ما قصروا داروا جميع الوسائل من عالمهم الحمد لله باعتبار الأتربة اللي فيه داخل الرملة والقصبة طالعة منا يعني من المجمع عرفت ما فيش كيف ما في تنظيف ولا في شيء ولا في جبد يعني من غادي يعني كل شيء مسكر عرفت من غادي أيوة الموقع متاعها عندنا بجبار إنها بتطلع من هنا عرفت والله سببت الضيق في التنفس تولي حد لا نعاني منه لكن ما عالجت على أساس أنها سيولة وما فيه الله غير كيف توكل ولادك والحمد لله فالحركة كلها نفس النظام اللي بيجيك يعني ما يقدرش يجيك أقول له عشان المجاري عرفت ما عندك ما تدير له عرفت. هذه المشاكل أصبحت تزداد في السنوات الأخيرة وأثقلت كاهل المواطنين بسبب توقف مضخات الشفط بالخزان النهائي بالشبكة بسبب سرقة خط الكهرباء الواصل للمحطة، الأمر الذي أدى لظهور الكثير من البرك والمستنقعات على مسار تلك الشبكة، ما تسبب في أضرار وتبعات بيئية وصحية كبيرة بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منها والحشرات والحيوانات الضارة التي تسكنها. وبالرغم من مطالبات المواطنين والمسؤولين بالمحلة للجهات المختصة وعلى رأسها شركة المياه والصرف الصحي عديد المرات إلا أن الأزمة ظلت قائمة واقتصرت المحاولات والحلول على الجهود الأهلية الشبابية التطوعية البسيطة من سكان المحلة للتخفيف من وطأتها وآثارها السلبية والصحية عليهم. طبعا تجمع مياه الصرف الصحي او المياه السوداء هذه ظاهره طبعا لاحظناها بكثره في محله بنت بيه، هذه طبعا الجيران والناس المحيطين بهذه المنطقه يعانون مشاكل كبيره اهمها اللي هو التسمم عند الاطفال، التسمم الغذائي والتسمم من ملوثات او مخلفات هذه المياه، كذلك اغلب الحالات اللي جنا من المناطق المحيطة بالتجمع هذه المياه معظمهم حالات أطفال صغار السن ومعظم الحالات اللي هي كلهم إسهال وترجيع وفي بعض حالات يوصلوا لمراحل جفاف واضطروا نحطهم إيواء طبعا في قسم الطوارئ بالمستشفى وحتى يحصلوا محاليل وتغذية وبعض الحالات نضطروا نديروا لهم حتى مضادات حيوية. طبعا الظاهرة هذه الظواهر الخطيرة طبعا العالم كله يحارب في المياه السوداء لأنها تحتوي على مخلفات عضوية ومخلفات غير عضوية كالمعادن وكالعقاقير وكبعض المواد التنظيف اللي هي تستخدم في المنازل وتتجمع في الأماكن هذه عن طريقها طبعا الحيوان والحشرات المطيرة كالذباب والناموس يكون مصدر لنقل العدوى من هذه المياه للإنسان والحيوان. طبعا أبرز الأمراض المرتبطة بالمياه هذه طبعا اللي هي تسمم الغذائي أول شيء، طبعا ثاني شيء امراض الاسهال المئوي الحاد اللي هي ما يسمى بالكوليرا وهذه كان سجلت عندنا حاله من حالتين تعتبر من الحالات الخطيره والمرض هذا يعتبر مرض شديد الخطوره ويؤدي ممكن الى الوفاه، وكذلك بعض الامراض التي تنقل الحشرات والبعوض كالحمى والحميات الحمى الصفراء والملاريا وبعض الامراض تنتقل عن طريق الذباب كالليشمانيا وغيرها.
بعض المحيطين الناس المحيطة القريبة من المياه طبعا يعانوا من رائحة شديدة تسبب ضيق في التنفس للناس اللي عندهم حساسية في الصدر كأمراض الربو وأمراض الأمراض الالتهابات الصدرية. طبعا الروائح هذه تأثر على الجهاز التنفسي وكذلك تأثر حتى على العينين. بعض الأطفال يجون المستشفى يعانوا من احمرار والتهاب في العينين نتيجة هذه الروائح وهذه المخلفات اللي هم يعانوا من الروائح القريبة من المنازل. والله كعانينا منها ياسر المجاري حقيقة، يعني بمجهوداتنا حاولنا كيف نرجع فيها شوي شوي، يعني تو كانت اللي هانا اللي تو سكرناها تو بروحنا، يعني ناموس وحشرات ياسر وروائح كريهة في الليل ما تقدرش ترقى من الناموس. مجهودات الحي كلها تمت. والله يا ريت تهتموا بالبرنامج او بالذات المجاري المياه السوداء دي الابار السوداء، وعلى الاقل يشفطوا حتى المجمع المجمع هذا يشفطوا المجاري كلها تمشي ويقد والناموس هذا يقل، وما دبينا حتى القصبه دي القصبه قريبه لينا باعتبارها حتى المفروض يعالجوها ما تجيش كيلو قريبه ياسر ما تجيش كيلو، المفروض يهتموا بها شوي ونطلب من حماية البيئة حتى تطبخها بالدواء. يعني محلة خليف هي الأخرى تعاني نفس الأزمة بسبب الانسدادات في شبكة الصرف الصحي فيها، الأمر الذي أدى إلى تكون مستنقع كبير في وسط المسار ما بين الأحياء السكنية فيها وخزان التصريف النهائي للشبكة، وهذا المستنقع حاليا يزداد في الاتساع متجاوزا مساحة هكتار مربع ويمتد بشكل مستمر مهددا سكان المحلة بأزمة صحية وكارثة بيئية قد تحل بهم في حال وصلت هذه المياه السوداء إلى منسوب المياه التي يستخدمها السكان في الشرب والزراعة بالمزارع المجاورة للمستنقع ما لم تتحرك الجهات المختصة لحل هذه الأزمة المستمرة بالمحلة منذ سنوات دون حلول تذكر حتى اللحظة. بالرغم من كل المراسلات والمطالبات التي وجهها سكان المحلة لمكتب شركة المياه والصرف الصحي بالبلدية وجهاز مشاريع الإسكان والمرافق والمجلس البلدي، محلة خليف هي أحد محلات بلدية بنت بيا وعدد سكانها يتراوح من بين 4000 إلى 5000 نسمة. طبعا نعانوا من مشاكل هي كثيرة طبعا، وهذه أحدها هي الصرف الصحي. لنا فترة نعانوا من القصة هذه بتاع الصرف الصحي والتسيب والقصبة ماشية منتشرة. طبعا هذا كاين حي سكني للأسف الشديد، وكان في جامعة هنا للأسف الشديد مع شيبان تو الجامعة اختفى. طبعا المية هذه أو الانسدادات هذه بعيدة، لأن أول مزرعة هي جنبنا، أول مزرعة ما تجيش حتى 100 متر، هذه أول مزرعة. طبعا المزرعة هذه طبعا المية السوداء هذه طبعا بتنزل في طبقات الأرض وتسبب أضرار وتسبب تختلط بالمياه الشرب أو تسبب تلوث للبيئة. وطبعا عندنا معهد صناعي هنا ما يجيش يمكن 300 أو 400 متر، وبعدها عندنا مستشفى خليف أو وحدة رعاية خليف طبعا حتى هي حوالي 500 متر. البعد طبعا في 700 متر عن الحي السكني، المسافة هذه تبع 700 متر. والله هو حجمه كبير، طبعا احنا جينا من جانب واحد هو ممتد شرقا حوالي 300 متر ونازل جنوبا حتى حوالي يعني المسافه يمكن هكتار تقريبا 100% متر تقريبا هيك نقول. والله هو التصريف طبعا جاي في اخر المنطقه عند الكتبان الرمليه، وطبعا الانسداد اللي صار جاء في المنتصف من بين خزان التصريف خزان التجمع الرئيسي والمنطقة. طبعا هنا صار عطل في النص والمية طلعت من مسارها أو من غرف التفتيش بسبب يمكن بسبب انسداد أو بسبب
طبعا عدم عطل المضخة الرئيسية اللي تسحب من الخزان الرئيسي وتصب فيه في الرملة. طبعا هنا صار انسداد وصار عطل في المضخة وصار نهب في الأسلاك، والمحول طبعا حتى هو مش موجود. هذا هو أحد الأسباب، وطبعا صار انسدادات في كل شوية يصير انسداد فيه. والله ناشدنا البلدية وناشدنا جهات ذات الاختصاص وشركة المياه والصرف الصحي، كلهم عندهم المراسلات اللي ما كلمناها، اللي ما مشينا لاش مجموعة مشت لها مراسلة ومشوا لها ناس ذات الاختصاص. طبعا عندنا ناس في شركة المياه وعندنا ناس في البلدية، ومشينا وتكلمنا مرة واثنين وثلاثة، لكن الوعود كثيرة لكن حد الآن ما في شيء. للأسف الشديد ما في شيء توا نواضع على الأرض. والله مناشدات نحن طبعا احنا تربطنا رابطة اجتماعية قبل ما يكون عميد بلدية ويكون مدير مكتب، أو يكون طبعا تربطنا علاقة اجتماعية أكثر من تربطنا المصلحة. طبعا مفروض من الواجب عليهم أن المسألة هذه نحلوها اجتماعيا قبل ما نحلوها يعني في مكاتب أو نحلوها في كذا. طبعا المعاناة هذه اللي بنعاني منها أنا وبيعاني منها الطفل أو بيتعاني منها المرأة أو أي واحد بيعاني منها من أهل منطقة خليف، هو راح بيتأثر بها منطقة بنت بيه وبتأثر بها منطقة رقيبة وبتأثر بها المناطق المجاورة، لأن تربطنا علاقة اجتماعية كبيرة. يا ريت أن نناشد الجهات ذات الاختصاص، شركة المياه، البنية التحتية، البلدية، أنها تسعى في الموضوع هذا وفي أقرب فرصة. يعني يا ريت أن الموضوع هذا جاينا فصل الصيف وكثر الحشرات والدباب والباعوض والأفاعي، يعني يا ريت الناشد ان المناطق المنظمات او قصدي البلديه او الجهات ذات الاختصاص انها يا ريت انها تسرع في العمل وتنفذ لنا المشروع هذا. والله هو كلام طيب، نمشي ونقامز معاهم يعطونا كلام طيب ونطلع راضيين، لكن الموضوع ما نبوش انه يطول اكثر من هيك. طبعا انا اعرف فيها من مده طويله ولا لقينا أحد إلا أهل أهالي المنطقة، إذا تجاوبوا معك وتحركوا معك. طبعا يد وحدة ما تصفي، طبعا ما تبي مجموعة، وإن شاء الله بإذن الله نحن بنعالجه لي من أجل أبنائنا من أجل البقاء في حياتنا أنا في هذه المنطقة، لأن ترى أنا فيها حتى صار أعمارنا في 76 سنة. ولكن لا أحد من يسأل عليك أين أنت؟ كيف عين؟ أنا من هاي الصرف الصحي أشبح منطقتنا هذا حوشنا، وين في النخلة طويلة يعني مش باين إلا القصبة. وكم مرة شنو مراسلين حتى البلدية، مراسلنا شخصية والصورة بالطبيعة، وعندهم إلى حد الآن لحياتهم في منتنادي. إلى أمتى؟ هل نحن مش معصومين من هذه المنطقة؟ هل مش معصومين من الليبيين؟ رغم أن نحن ليبيين أحرار وأساساً ونعيشوا في هذه المنطقة حتى للأبد، وبيد الله وخيراتنا فتحت قدامنا إن شاء الله. لكن للأسف أي شخص يحطوه في مكان ما يقوم بعمله حسيب الله يوم غدا، ما بعد ما يصبح في القبر من لي لا أبوه لا أمه إلا بعمله الصالح أو ابن صالح يدينه بالخير، ونتمنى من الله التوفيق وبنعمل من أجل منطقتنا حتى لأخر قطرة من دمنا. مع التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية هنا والخدمية أيضا، ينتظر المواطنون في محلة بنت بيا وخليف أن تقوم الجهات المعنية المختصة بحل جذري ينهي هذه الأزمة المستعصية والمتواصلة فيهما، وعلى رأسها شركة المياه والصرف الصحي، عبر وضع خطط وحلول مدروسة تنهي وإلى الأبد هذه الأزمة الصحية المتفاقمة بهما من سنين مضت.